السلام عليكم طلاب الصف السابع، أتمنى تكونوا بأفضل حال يا رب. اليوم درسنا هو رح نبدأ اليوم بالوحدة الأولى من مادة الفهم بالمللي، مادة العلوم. الوحدة عنا بتحكي عن النظام الشمسي في اوتسي، يعني وما بعد النظام الشمسي. رح يكون الحكي متعلق بالفضاء وبأبحاث الفضاء، مثل ما نكون شايفين بأنه عنا القسم الأول هو بيحكي عن أوزاي أراشتر مالر، يعني أبحاث أو دراسات الفضاء. رح نشوف الفقرة الأولى بتحكي عن تكنولوجي فا أوزاي أراشتر مالر. أنا حاولت أنه أترجم لكم الكلمات، لكن كون الكتاب مصور ما قبل أنه ياخذ أي إضافة. رح نحاول أنه تركزوا معي كل كلمة شو ترجمتها. تكنولوجي فا أوزاي أراشتر مالر يعني التكنولوجيا ودراسات أو أبحاث الفضاء. Gökyüzünü incelediğinizde güneşi, ayı ve yıldızları görebilirsiniz. Lما انتو تطلعوا على السماء بتشوفوا القمر، بتشوفوا الشمس وبتشوفوا النجوم. Gökyüzünü gözle görmediğimiz kısımlarında neler var? Hiç merak ettiniz mi? قال الشيء، قال الأقسام اللي نحن ما بنقدر نشوفها بعيننا بالسماء، صار عندكم فضول إنه شو في؟ يعني لما تطلعوا على السماء بس بتشوفوها ثلاث أشياء، طب الشيء اللي نحن ما ببين علينا، صار عندكم فضول بيوم من الأيام إنه شو في بالسماء أكثر من أكيد أكثر من النجوم ومن القمر ومن الشمس؟ Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketini inceleyen bilim dalına gök bilimi denir. أو الدراسات المتعلقة بالأجرام السماوية وحركاتها هي اسمها جوك بيليمي، يطلق عليها بدراسات أو بنقول لهم جوك بيليمي، يعني علم الفضاء أو علم السماء أو علم الفضاء أكثر طبعا، بس حاول أترجم لكم كلمة بكلمة. Bu alanda çalışan kişiler gök bilimciler, astronom adı verilir. والأشخاص اللي بيشتغلوا بهالمجال بمجال الفضاء هنن يطلق عليهم بالأسترونوم، يعني علماء الفلك. Gök bilimcilerin çalışma alanları uzaydır. المجال دراسات أو مجال عمل علماء الفلك هو الفضاء. هنن شغلهم كله متعلق بالفضاء. فمجالهم أو مكان عملهم أو دراساتهم كلها متعلقة بالفضاء. أوزاي دنيا أتموسفيرينين دشوندا جوك جسملريني إتشينا ألان سونسوز بوشلوا دينر. يطلق على الفضاء يلي خارج الغلاف الجوي للأرض، الفضاء اللانهائي اللي بيشمل كل الأجرام السماوية. هون رح نترجم بعض الكلمات. جوكيوزو هو السماء، انجلماك فحص او انجلماك فحص، يعني جناش كلياتنا بنعرف الجناش، طلاب صف سابع يعني انتو لهيك عقلكم كلياتنا بنعرف، لانه اكيد بتعرفوا شو يعني جناش، شو يعني اي. مع ذلك جناش يعني شمس، اي يعني قمر، يلدزلار يعني نجوم، جوز يعني عين، يعني قسملار يعني اقسام، ميراك يعني فضول، جوك جسملري أجرام سماوية، أوزاي يعني فضاء، جوك بلمي يعني علم الفلك أو علم الفضاء أو علم، يعني المهم علم الفلك هو أكتر عن الفضاء، بس إنه حبيت أترجمكم. جوك يعني سما وبيلم يعني علم. ألان يعني مجال، أسترونوم يعني علماء الفلك، أوزاي أوزاي أتموسفير والجو الغلاف الجوي، بس أصدقوني كلمات. Eski çağlardan günümüze kadar uzay hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Alimin edimi zaman la yomna had sar fi dirasat kitire mutallika bil fada.
Bu çalışmalar geçmişte ilkel yöntemlerle yapılırken günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha gelişmiş araçlarla yapılabilmektedir. قبل كان هاي الدراسات المتعلقة بالفضاء كانت تصير من بواسطة وسائل يعني وسائل أولية، يعني ما كان هن عندهم تكنولوجيا متقدمة مثل عنا، لكن نحن هلأ بيومنا هذا التكنولوجيا ما شاء الله يعني كتير متقدمة، فصارت دراسات أو أبحاث سماء أبحاث سماء أبحاث الفضاء أسهل وأسلس، وبنحصل على معلومات أكثر، لأنه قبل كتير من قبل يعني ما كان عندهم كل هالوسائل اللي يقدروا يحصلوا فيها على معلومات كثيرة أو بسهولة، كان الشغل عندهم أصعب ومعلوماتهم أقل، لكن نحن بيومنا هذا مع تطور التكنولوجيا صارت معلوماتنا أكثر عن الفضاء ودراسات بتكون نوعا ما أسهل. طبعا الفضاء بالنهاية اللي يعني أبحاث الفضاء ودراسات الفضاء ما له شيء سهل، لكن عم نقارنه بقبل. Çeşitli araçlar la uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçları dünyaya ulaştıran teknolojiye uzay teknolojisi adı verilir. Uzay teknolojisi yani teknoloji الفضاء هو الاسم اللي بيطلق على على انه على المركبات الفضائية المتنوعة يلي بتطلع على الفضاء وعلى المعلومات يلي بيحصلوا عليها بالفضاء وبيوصلوها للدنيا، يعني مو بس في يعني تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الفضاء هي بتتضمن يعني هي بحاول اترجم لكم اياها، هي المركبات الفضائية المتنوعة يلي بتطلع على الفضاء والمعلومات يلي بتم الحصول عليها بالفضاء وبتوصل على الأرض، مو بس انه الناس اللي طلعوا على الفضاء خلاص عرفوا المعلومات ما عاد يعرفوا يوصلوا على الارض، صار في تصوير في اول صوره. هلا من خلال درسكم تعرفوا اول صوره وصلت على الفضاء كانت بواسطه شو؟ على الفضاء. اول صوره وصلت على الارض من الفضاء كانت بواسطه اي مركب فضائي، يعني من هاي المركبات الفضائيه لها انواع ما لها نوع واحد. روكيتلر، اويدولار، uzay sondaları ve uzay istasyonları uzay araştırmalarına büyük katkı sağlayan teknolojik ürünleridir. Roketler yani savarih, uydular, akmar sınayı, uzay sondaları yani isbar الفضائي ve uzay istasyonları ve muhattat الفضائية هي uzay araştırmalarına büyük katkı sağlayan teknolojik ürünlerdir. Hennen منتجات teknolojiye ضافت ضافت عملت إضافات كتير كبيرة على الأبحاث الفضائية، لأنه أصلا هدول هن صاروا من الوسائل يلي عم بيصير عم بيتم من خلالها دراسة الفضاء أو عم بيتم من خلالها البحث بالمجال بالفضاء. Aşağıda uzay teknolojilerine ait ürünlerden bazıları açıklanmıştır. Hemen altında bazı emsile يلي هن عم سموها بانه هن المنتجات التكنولوجيه، يعني عندكم روكيتلار هدول الصواريخ، بقى كل هذا حاطين صورته جنبه. روكيتلار جيجلري هوايا فرلاتلان هوايي في شكلردن اسينلين اس اسن اسينل اسين لنلرك 20 yüzyılın ikinci yarısında üretilmiştir. هاي عبر هالصواريخ تم إنتاجها في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي يعني شبه مستوحاة من الألعاب النارية اللي بيرموا بيحطوها بالفضاء بيزتوا بيك مش بتلاقوها بالسماء بتطقطق بالليل. Gökbiliminde yeni bir çığır açan roketler bir uzay aracının atmosferin dışına taşımak için kullanılmaktadır. İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilmiştir. Yüksek hıza sahip olan roketler asgari amaçla da kullanılmaktadır. Al-Awwal şey hassavarih istihdamuhun Sovyetler. وهالصواريخ هنن يكسك هذا صاحب هنن عندهم يعني كتير سريعين كتير جدا سريعين، لذلك بيتم استخدامه
في العسكرية ماتشلا في يعني بالأغراض عسكرية وزارة سلمانية تشيرتيلان بو تكنولوجيلر savunma sayesinde sanayisinde de katkı sağlamıştır. وقال كمان هذا المنتج الفضائي كمان يستخدم أو كمان كان له إفادة كبيرة في صناعة الدفاع. صناعة الدفاع رح الدرس الجاي إن شاء الله أحكي لكم عنه. Uzay mekikleri roketler gibi hızla yükselebilen yani هو مثل الصواريخ بسرعة بيقدر يرتفع لفوق. Uçaklar gibi manveralar yapabilen ve tekrar yerine inebilen uzay araçlarıdır. هو مثل الطيارة بيطلع لفوق بيقدر يرجع ينزل لمكانه. Gökbiliminin yeniden kullanabilen ilk araçlarıdır. Huve cihaz, evvel cihaz idru yistehidmu ulema el felek. Ya ulema el fada. NASA tarafından üretilen Challenger adlı uzay mekiği ile uzaya insan çıkarılmış ve ilk uzay yürüyüşü gerçekleşmiştir. Al-Evvel على في مكوك فضائي اسمه تشلينجر هو أول مكوك فضائي أرسلوه للفضاء بوجود إنسان يعني مكوك فضائي مع إنسان وكانت هاي العملية من قبل ناسا يعني ناسا هي أول حدا بيرسل مكوك فضائي عليه إنسان يعني مو ما له فاضي فيه بشر وكان اسم المكوك تشلينجر. Challenger 10. uçuşunda kalkışından 73 saniye sonra infilak etmiştir. عاشر مكوك فضائي تم إرساله للفضاء بعد 37 ثانية من إقلاعه انفجر. Bu uçuştan önce 9 başarılı görevi yerine getirmiştir. ولكن قبل هذا المكوك الفضائي كان في 9 عمليات طبعا يعني 9 مكوكات فضائية هيك يمكن بالجمع بتنقال طلعت على الفضاء وأتمت مهمتها بنجاح لكن هي العاشرة هيك صار فيها انفجرت لنشوف النوع الثالث أوزاي صوندالاري يعني مسبار الفضاء bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilen araçtır. Al هو المركب يلي بيبعتوا له الفضاء لحتى يدرس شي كوكب أو لحتى يدرس أو مو يدرس يفحص شي كوكب أو شي جرم سماوي سماوي جرم سماوي جرم سماوي سماوي ما بعرف. Bu araçların gönderdiği gök cisminin yakınında uçma, yönergesinde dolaşma ve üzerinde inme gibi görevleri vardır. هل والمسبار الفضائي هو له مهمات بأنه مثلا شو اسمه مثلا يروح عند جسم أو جرم سماوي ويطير قريب منه بمسافة قريبة منه أو ينزل بمداره أو يا أما يفتر بمداره أو حتى ينزل عليه. Ay ve pek çok gezegen hakkında bilinmeyenleri açığa çıkaran uzay sondaları المسبار الفضائي هو بواسطته هو الكشف عن العديد من المعلومات المتعلقة بالقمر وبالكواكب يعني هو كان وسيلة للحصول على هاي المعلومات. Gök bilimine önemli katkılar sağlamıştır. هو أضاف فائدة كبيرة لعلم الفلك. Uzay yapay uydu. Yapay uydu huve kamer ıstınai. Uzaya gönderilen dünyanın veya başka bir gezegenin yörgesinde yerleştirilen uzay aracıdır. Arhu ve merkef fadai bir sürül el fada o bir bi yani bitsebbet bi medar bi medar el yani bi medar yani bir şey medar kavkab او الأمر أمور أمر عفوا الأرض الكرة الأرضية يعني بتثبت تثبيت. هو ايش مهمته؟ iletişim haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını,
GPS yani küresel konumlama sistemi gibi pek çok alanda hizmet vermektedir. Min mahamu mu bas hay mahamatu min mahamu الاتصالات مثلا توقعات الأحوال الجوية أو الطقس بس التلفزيون الجي بي اس المواقع مثال örneğin ülkemizin veya ülkemizin uzaya gönderdiği Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B birer haberleşme uydusudur. من الأقمار الصناعية يلي أطلقتها يلي أرسلتها تركيا للفضاء اسمها هي الأسماء الموجودة هون قدامكم تركسات 3A تركسات 4A تركسات 4B هدول كان مهمتهم في هدول كانوا هدول هدول الأقمار كان تنحصر مهمتهم في الاتصالات أو التواصل. هاي الفقرة احفظوها لأنه ممكن يجيكم سؤال إنه شو هن الأقمار الصناعية اللي أرسلتها تركيا بالذات مو كل العالم تركيا للفضاء واللي قامت بمهمة الاتصالات احفظوا أسمائهم. Bu uydular halen aktif olarak çalışmaktadır. Hadol akmar sınayi yerli ilin ayarlı honi mezkurin fo. Lahalla hennen lissa abi marsu mahammeton. Lissa abi samuru bi mahammeton. Kaman hat sual muhum. Mümkün yorulkan yuhatulkan esma al akmar sınayi yorulkan unno. Hennen ma'adu lissa nashitin lahalla. Khata hennen lahalla lissa ton nashitin. Ma sha Allah alayhum. Ayrıca Gök Türk 2 Rasat ve Gök Türk 1 uyduları ise ülkemizin istihbarat edinmek, coğrafi konumu belirlemek, çevresel değişimleri takip etmek gibi amaçlar için uzaya gönderildiği aktif gözlem uyduları. Al-Kemani الأقمار الصناعية في عنا كمان أقمار صناعية بهدول الأسماء جوك ترك 2 ورصاد جوك ترك 1 هدول الأقمار الصناعية كمان هي من قبل تركيا وهي مهمتها متعلقة بالاستخبارات وبالمواقع الجغرافية بتحديد المواقع الجغرافية وكمان وين أنا ضيعت السطر تحديد المواقع الجغرافية ايه وشو اسمه تحديد المواقع الجغرافية ومراقبة التغيرات وكمان هنن أقمار المراقبة النشطة يعني هدول الأقمار اللي هون اللي حكينا شو هن مهمتهم هن أقمار مراقبة نشطة. Bunlardan başka ülkemizin Türksat B1B, Türksat 1C ve Türksat 2A haberleşme uydularıyla Birsat gözlem uydusu görevi tamamlamıştır. Görevi tamamlamıştır. Arbir idafe ile akmar sınaiye yeli. Fok fi anil akmar sınaiye hay yeli keman hiye. Tema esala min Türkiye yani devlet Türkiye. وكانت مهمتها مهم كانت كانت تم إرسالها لأغراض الاتصالات والتواصل وهي أنهت هالأقمار المراقبة أنهو مهمتهم. أوزاي استاسيونلاري المحطات الفضائية Uzay istasyonları insanların uzayda çalışmasını ve ihtiyaçlarının gidermesini sağlayan dev yapı uydularıdır. Hiye mhatat al-fadaiye hiye akmar sinaiye amlaqa hiye btismah lilnas bi inno yishtiglu bilfada u innon yilabbu ihtiyacatun. Son teknolojiyle geliştirilmiş olan bu istasyonlar astronotların hem yaşayabilecek hem de deneyler yapabilecekleri bir ortam olarak hazırlanmıştır. وهدول وهالمحطات الفضائية هن أعدوها هيك مثل بيئة أو مكان لرواد الفضاء حتى يقدروا يعيشوا فيها ويعملوا تجارب فيها. 1998 yılında 16 ülke tarafından inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu görevine devam etmektedir. Şu ismem. Uluslararası Uzay İstasyonları yani Mahatta Fadaiye Duvaliye yeli tem binaa au inşaa fi عام 1998 min qibal 16 devle yani 16 devle
أنشأتها عام 1998، لحد هلأ هي بتواصل مهمتها. Uzay istasyonları sayesinde uzay araştırmaları daha kolay yapılabilmektedir. Al bir fadıl, el mahattat el fadaiye sar el dirasat el fada eshel nevan ma. طبعا يعني هي بالنهاية عم بقول محطات الفضاء بتسمح لرواد الفضاء أو علماء رواد الفضاء إنهم مثلا يعيشوا أو يعملوا تجارب. لاحظوا انه استرونوم هن علماء الفلك واسترونوت هن رواد الفضاء، مشان ما تخربطوا بيناتهم، انه انا حتى بخربط، يعني اذا خربطوا طبيعي، بس انه هن مع نفس الشيء. تكنولوجيين gelişimi uzay araştırmalarına hız kazandırmıştır. طبعا تطور التكنولوجيا كان إلى تأثير إيجابي في سرعة الأبحاث المتعلقة بالفضاء، إنه صارت أسهل وأسرع، وصارت الوسائل مثل هدول الأقمار الصناعية والمسبار والمكوك صاروا أكتر. إنسانlar teknolojik araçlar sayesinde uzayın yalnız bir bölümü değil, birçok kısmını inceleyebilmektedir. بفضل التكنولوجيا أو بفضل ال يعني بفضل التكنولوجيا صار يقدروا الناس يشوفوا أو يفحصوا مو بس جزء واحد من الفضاء، لا صاروا يبحثوا، صاروا يقدروا يشوفوا أو يبحثوا بعدة أجزاء. Günümüzde kullanılan teknolojik araçların çoğu uzay araştırmalarıyla keşfedilmiştir. شو اسمه؟ Günümüzde kullanılan teknolojik araçların çoğu uzay araştırmalarıyla keşfedilmiştir. Öne tem اكتشاف معظم الأدوات التكنولوجية المستخدمة اليوم من خلال أبحاث الفضاء. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Şu alaka beyin teknolojiye beyin ebhas fada au dirasat fada. Bunun kavramak amacıyla aşağıdaki yer alan örnekler inceleyiniz. Mişan nefem hadi şey şufu emsiyle yaratıyla yahun. Birçok hastalığın teşhisinde MR yani manyetik rezonans görüntüleme cihazları kullanmaktadır. Allah لتشخيص عدة الأمراض عدة أمراض في جهاز اسمه هو MR اختصاره، هذا هو الجهاز، هو المغناطيسي، نسيت اسمه بالعربي بس هذا هو، بتعرفوا كلياتكم تدخل الإنسان لجواته. بجهازلار أوزاي araştırmalarının bir sonucu olarak üretilmiştir. Hatta cihaz هو يعني هو من نتائج أبحاث الفضاء، من نتائج أبحاث الفضاء هو الإنشاء هذا أو إيجاد هذا الجهاز. يعني أبحاث الفضاء لها فضل كتير كبير بتطور التكنولوجيا، مثل ما حكولنا هون فوق بأنه اكتشفوا معظم أدوات التكنولوجيا المستخدمة اليوم من خلال أبحاث الفضاء، فهذا من نتائج أبحاث الفضاء هذا الجهاز. Sonraları sağlık sektöründe kullanmaya başlanmıştır. Tabii hadi cihaz بعدين بعد ما أوجدوه صاروا يستخدموه في مجال الصحة، هو لتشخيص الأمراض. المثال الثاني عنا المثال الثاني المثال الثاني هو جهاز الملاحة. Uzay araştırmalarının teknolojik gelişimler sayesinde günlük hayatta kazandırdığı araçlardan biri de navigasyon جهازلاردر. الواحدة من الأدوات اللي جابتها أو اللي تجلبها اللي جلبتها أبحاث الفضاء لحياتنا اليومية بفضل التقدم التكنولوجي هو جهاز الملاحة. Gözlem uyduları aracılığıyla fotoğrafı çekilen yollar ve araziler uydudan gelen GPS sinyalleriyle navigasyon cihazlarına bilgi ulaştırır. الطرق والتضاريس اللي تصورت عبر أقمار المراقبة GPS بترسل معلومات من القمر الصناعي لجهاز الملاحة بصيادة قد لجاك يون كلايلك لابدنا بالر. يعني هون بصير ببساطة انهم يلاقوا الاتجاه اللي بدهم يروحوا عليه.
هذا جهاز مراحل ما بيعرفه، هذا بكون موجود بالسيارات بقى، بيرشد، هو بيرسم الطريق نروح من هون يمين يسار وكذا. كمان من الأمثلة أوزاي araçlarının fazla ısıdan dolayı zarar görmesini engellemek için teflonlar getirilmiştir. بيتم إدخال التيفال لمنع تلف المركبات الفضائية بسبب الحرارة الزائدة. Teflonların ısıya dayanıklı olma ve hiçbir maddeye yapışmama özelliği sayesinde günlük yaşamda kullanılan pek çok araç gereç getirilmiştir. Şu isme. التيفال لأنه بيتحمل درجة حرارة عالية وما بيلزق فيه أي مادة، هلأ صارت موجودة بكثرة بحياتنا اليومية، مو بس بكطوايا يعني، في طناجر تيفال. وعيطينا أمثلة، مثال مثلا تيفلونلاردان يابلان تنجرة ve tavalar mutfaklarda büyük kolaylık sağlamaktır. قال مثلا طناجر التيفال وطوايات التيفال هنن أضافوا سهولة كتير كبيرة للمطبخ. وهي هلا اعطيكم معلومه اكيد بتعرفوها بالذات البنات، يعني نحن لما بنعمل شغله بالمطبخ وبنستخدم طواية التيفال، نحن عم نشتغل بالمطبخ وجينا الصوت من الغرفه يستخدمي معلقه خشب، فهدول لحتى ما يعني ما بيستخدموا عليها معلقه خشب، لانه المعلقه معلقة التانيين بيحطوها، فبالتالي بصير يلزقوا فيها المواد، لانه هن من الخصائص الحلوه فيها انه ما بيلزق فيها شيء، يعني لما تقلوا بيض مثلا ما بيلزق البيض عليه مثل باقي الطوايات، فلهيك حطوه من الأمثلة المهمة. هذا شيء كتير مهم. Bebeklerin vücut sıcaklığını ölçmek için hassas termometreler üretilmiştir. Bu termometreler uzay araştırmaları sırasında ortaya çıkmış ve ilk olarak NASA tarafından kullanılmıştır. وكمان تم إنتاج ميزان حرارة دقيق لقياس درجة حرارة أجسام الأطفال، واللي ظهرت أثناء كمان أبحاث الفضاء، واستخدمتها ناسا لأول مرة. جيب تليفونları، كرشون geçirmez يلكلر التليفون، والقمصان يلي بتمنع الرصاص، يعني بتوقف رصاص عليها، يعني بيلبسوها العساكر مثلا لنقول، بيلبسوها فلما تيجي رصاصة لا سمح الله فهن ما بتدخل رصاصة، هي بتكون مثل حاجب. إطفاليجلرين كولاندكلاري ألاف ألمايان كيافتلر، واللبس اللي بيستخدموه رجال الإطفاء، وهي بتكون من خصائصها إنه ما بتمسك نار، يعني مهن بيطفوا النار، فأنا بلبسوا لبس ما يعني النار ما بيمسكوه حتى لو إجا عليه. كمان هي نتيجة من نتائج أبحاث الفضاء. رح نحكي عن أوزاي كيرليلي الدرس الجاي إن شاء الله. وهذا الدرس كان شوي سريع بس سهل بتصور، لذلك إنه ما إنه كل هالشي فصلت فيه. بس هذا الدرس بعض فيه كتير تكرار كلمات، لهيك بعتذر هالدرس ما قدرت اترجم لكم كلمات كتير. ان شاء الله الدرس الجاي رح يكون عن رصيد كلمات اوسع واكتر، رح نحاول نترجم كل فقرة بكلماتها. و görüşürüz arkadaşlar.